بعد ما بقى عندنا فاليو وعرفنا الفاليو دي هتروح لانهي سيجمنت، تعال بقى نتكلم على رقم ثلاثة، هو الشانلز. الشانلز بقى اللي هوصل بيها الفاليو، اللي هوصل بيها الفاليو بتاعتي للسيجمنت اللي انا حددتها. فبالتالي هنا انا بحدد how company communicates with and within and reach its customer segments to deliver the value proposition. طيب انا عندي خمس، طبعا خمس اشكال من التشانلز دي. الشكل الاولاني هو السيلز فورس، ان انا اشتغل من خلال فريق مبيعات. يبقى عندي فريق مبيعات هو اللي بيقدم الفاليو بروبوزيشن دي، او دي شانلز اللي انا بشتغل من خلالها مع العملاء بتاعتي. والله العميل هيجي يقابل عندي الراجل بتاع المبيعات، فهيعرف منه الفاليو بتاعتي او البرودكت او السيرفيس بتاعتي اللي انا بقدمها. طيب رقم اتنين، ان انا اكون عندي ويب سيلز، بشتغل بقى انترنت، بقى عندي ويب سايت ببيع من خلاله، او عندي ابلكيشن موبايل ببيع من خلاله. تقدر انت كعميل تقدر تخش تلاقي الخدمه دي او السيرفيس دي على السايت، او ان انا في الستورز بقى، يعني انا اكون عندي الاون ستورز بتاعتي باسمي، فببيع حاجتي جواها، او ان انا اكون بشتغل مع بارتنر ستورز، زي ان انا بحط حاجتي عند كارفور يبيعها لي، وعندي الول سيلر، زي ان انا بكون السيلز فورس بتاعتي او فريق التوزيع بتاعي مش قادر ان هو يوصل لكل الاريا بتاعتي، السبلاي تشين مش قادر توصل لكل حته، فبودي الول سيلر يوزع لي مثلا في اقليم معين او في دوله معينه، يوصل لي المنتج بتاعي للتارجت سيجمنت تانيه، ولكن دي التشانلز مختلفه. طيب وفي حته كده، في خمس مراحل كده للتشانل بتسري على، يعني على جميع التشانلز، خلينا نقولهم بسرعه. طيب اول حاجه عندي ان انا اعمل اويرنس يعني لمنتجاتي، وبعد كده بساعد العملاء بتاعتي ان هي تقايم المنتج بتاعي او الفاليو، وبعد كده بتحصل عمليه الشراء اللي بتحصل بقى فعليا لما البائع بيلتقي مع الكاستمر في اي شانلز من الخمسه اللي احنا شرحناهم، وتبتدي تعمل بقى عمليه الدليفري او التسليم. وبعد كده قد يكون عندك خدمه ما بعد البيع، قد يكون الموديل بتاعك بيشتغل عن ان انت يكون عندك خدمات ما بعد البيع.